أطلقتم مبادرة امتنان، ما هي امتنان؟ حياك الله أستاذ خالد، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى جميع الأخوة المشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة. امتنان حقيقة هي من وحي الكلمة الضافية العظيمة اللي تفضل بها مولاي خادم الحرمين الشريفين للمواطنين قبل حوالي شهر الآن، ويعني هي في ضوء المتابعة العظيمة والاهتمام والتقدير الكبير اللي يوليه سمو سيدي ولي العهد للممارس الصحي. باختصار نريد أن نقول لهؤلاء الأبطال اللي شفتهم قبل قليل في الميدان، لأبطال الصحة سواء قيادات أو ممارسين في الميدان، شكرا. كلنا امتنان، كلنا كمجتمع، نحن أخ خالد في الهيئة نمثل المجتمع، فنحن بالنيابة عن المجتمع نقول للممارسين شكرا، كلنا امتنان، كلنا نقول لهم شكرا يا دكتور.